مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في هذا اللقاء الخاص مع المعارضة القطرية السيدة منى صليتي. سيدة منى، أهلا بك في سكاي نيوز عربية. يا أهلا وسهلا يا أستاذ، حياك الله. برأيك هل ستقبل قطر الشروط للدول المقاطعة وتنصاع حتى تعود مرة أخرى العلاقات بينها وبين هذه الدول إلى ما كانت عليه؟ المتابع والمتأمل للسياسة القطرية والإعلام القطري الحالي الذي يتحدث باسم النظام القطري، والنظام القطري بهرمه وأركانه الثلاث، سواء رأس الهرم اللي هو حاكم الدولة أو الأذرعة اللي تمتد من هذا النظام اللي هي سواء موزة المسند وحمد بن جاسم أو حمد بن خليفة، يلاحظ أن بدأت تظهر لغة عدائية واضحة وصريحة توجه لدول الجوار ودول المقاطعة، وتستغرب أنهم باتوا يعني يولدون مصطلحات يقول لك دول العداء أو الأعداء، فهذا شيء حقيقة يعني غريب، ولا نقول أنه مستهجن من قطر، هو غير مستهجن من قطر على اعتبار أن نوايا قطر باتت ظاهرة وواضحة للعيان، لكن أن تصرح وأن تجاهر وأن تولد المصطلحات العدائية فهذا هو غير المألوف وغير يعني الذي قد يعني يصيب الوطن العربي أساسا بالدهشة والصدمة. لا نقول الوطن العربي لأن أيادي الوطن العربي قطر يعني أبدعت في العداء، لكن لنقل الدول الجوار أو الدول الشقيقة أو الدول الملاصقة ومنها العربية السعودية يعني. فهذا هو حقيقة الشيء المدهش والمسبب للصدمة. يعني وصفت أن هناك أذرع في الحكم، برأيك من الذي يحكم قطر؟ هل هو الشيخ تميم الأمير الحالي أم والده الأمير السابق أم والدته الشيخة موزة، أم ربما هناك مراكز ثقل اقتصادي وسياسي أخرى تحكم الدولة القطرية؟ مراكز الثقل السياسي والاقتصادي هي فعلا تحكم، لكن كل من ذكرت الآن ومن أسلفت هم مراكز ثقل سياسي واقتصادي في الدولة. يعني الشيخة موزة هي دولة داخل دولة، حمد بن خليفة هو دولة داخل دولة، حمد بن جاسم هو دولة داخل دولة، وزير الداخلية السابق الذي وضع على قائمة الإرهاب ولائحة الإرهاب هو أيضا دولة ودول داخل دولة، فكلها تشكل ثقل سياسي واقتصادي في الداخل القطري أو في الخارج. من يحكم الدولة؟ أتوقع أن هذه العصابات أو هذه الشلل أو هذه المافيا هي التي تسيطر، يعني لا يوجد عندك الآن حكومة تلجأ لها، والدليل أن مواطن الداخل ضائع أو تائه بينهم، فلا يعني لا يوجد هرم في رأس الدولة، لكن يوجد تفريعات التي تسير الأمور، وأتوقع أن هذه الأفرع التي تسير الدولة من الداخل كل منهم يعني يتفقون في الأجندة، لكن كل منهم له مصالحه الخاصة، والدليل تضارب المصالح فيما بينهم والحروب الداخلية التي فيما بينهم من خلف الستار، لكن ضحيتها كلها من الشعب القطري. يعني حروب داخلية بين هذه المراكز برأيك؟ بين هذه التضارب مصالح على ما يبدو يعني، وإذا تخاصم اللصان ظهر المسروق، وهو ما يبدو على الساحة من الحرب التي تشنها أو تشن من الداخل القطري على حمد بن جاسم أو من الخارج على حمد بن جاسم أو سواء على تميم أو سواء على البقية من الأذرع الحاكمة. برأيك وفقا لهذه الصورة التي تتحدثين عنها، هل إيران تتدخل في صناعة القرار القطري؟ هل العنصر الإيراني الفارسي يا أستاذ متمكن من مفاصل الدولة القطرية؟ كل مؤسسات الدولة يعني لا نقول أن إيران تسيطر عليها، لكن فعلا في أيادي خفية تلعب في هذه المؤسسات، وهذه الأيادي التي لعبت في مؤسسات الدولة تم إقصاء ابن البلد الحقيقي الذين يعدون الأبناء الخلص أو القبائل العربية الخلص. لا نريد أن نستفيض في السياسة الداخلية، لكن وصلت الدولة ومؤسسات الدولة إلى مرحلة الفوضى الخلاقة، ويعني لا يوجد مؤسسات فعلية يلجأ لها ابن البلد، أو هذه الفوضى لا تعرف من هو وراءها، ولماذا لا يتم التصويب والتعديل في مؤسسات الدولة، ولماذا لا تستجيب الدولة لرغبات المواطنين ومناداتهم بالإصلاح الداخلي؟ هذا شأن داخلي يعني أنا أتوقع أن الدولة لم تلتفت له، وهذا يثير التساؤل من يحكم الدوحة. يعني حاكم قطر يتغنى أن بلده هي كعبة المظلوم، هذه المؤسسات في الدولة حتى تفعلها يجب أن يكون في ظل قضاء عادل،
وقضاء نزيه، وإلا لم يظهر كم هذا الفساد في المؤسسات الذي أساسا لا تستجيب له الدولة. يعني تحدثين عن فساد، ماذا تقصد بالفساد؟ فساد مالي في إدارة ثروات البلاد، نقصد الفساد في علاقات المؤسسات بعضها البعض. في كل شيء يا أستاذ، أولا بداية من علاقة المواطن بالسلطة وعلاقة المواطن بمؤسسات بلده، الفساد بكل أفرعه، يعني لا نختص شيء دون شيء. في علاقة الدوحة بطهران، برأيك هل هذا يخدم المشروع الإيراني في المنطقة أم يعني يخدم ربما مصالح لحكام قطر؟ أتوقع يا أستاذ أن علاقة قطر بإيران هو جاء اتباعا للأجندة الإيرانية في المنطقة قبل أن يخدم مصالح قطر. علاقة قطر بإيران وطدت بشكل غريب، بشكل مسبوق جدا، بشكل داخلي مذهل جدا، يعني الجميع لا يخفى عليه الأجندة الإيرانية. الهلال الشيعي أصبح يطوق شبه الجزيرة العربية، قطر يعني فتحت خزانة الدولة، فتحت أرض الدولة لهذا المد الشيعي وهذا المد الفارسي. لا نقول مد شيعي حتى لا ندخل في عنصرية الأديان، لكن نقول المد الفارسي يعني إن صح التعبير في هذا الوضع الحالي. برأيك هل العلاقات بين تركيا وقطر تشبه العلاقات بين قطر وإيران؟ علاقة قطر بإيران أتوقع أنها هي أقوى من علاقة قطر بتركيا. على حسب ما سمعت أن قطر تملك أجهزة أمنية في تركيا كثيرة، على ما يبدو أنها ثمة تعاون أمني أو ثمة ما يخدم مشروع قطر التوسع في مؤامرة الربيع العربي الذي شنته على الوطن العربي. طبعا سمعنا عن القوات التركية التي جلبت إلى الدوحة، ويعني هل يعد هذا هو استعمار مثلا أو استعمار أبيض على غرار الانقلاب الأبيض الذي حصل في الدوحة؟ لا تعرف، ما سر تواجدها، يعني سر تواجد هذه القوات التركية. يا ليت الحكومة القطرية تفسر لنا أيضا سر تواجد البسيج الإيراني والقوات الحشد الشعبي الإيراني في قطر، يعني هذا أساسا مجهول. قطر دولة آمنة مطمئنة، يأتيها رزقها يعني بياتا، فلماذا تحشد كل هذه الحشود والجيوش في الدوحة؟ صراحة الوضع يعني غريب. رأينا من فترة قليلة بعد توافد الأتراك أو الجيش التركي إلى قطر أن الحكومة توجه وتعطي توجيهات للمؤسسات التعليمية أطفال الكيجي يزورون هذه القوات ويصورون معها. طيب يعني هذا الأمر يحتاج إلى تفسير، إذا أنت في حالة طوارئ كيف تضحي بأطفال الشعب يصورون أمام أو مع هؤلاء الجنود؟ يعني شيء غريب وشيء مش مفهوم، ويعني نتمنى أن يكون له تفسير. كيف تقيمين العلاقة بين الدوحة وتل أبيب برأيك؟ هل أيضا هي ضمن يعني منظومة العلاقات المربكة التي تحكم إدارة الحكم في الدوحة؟ هي مربكة ليست لنظام الحكم. العلاقة بين قطر وإسرائيل التي تخفيها قطر ويستشفها المواطن القطري وابن الشارع القطري في احتكاكه بمؤسسات الدولة ويكتشف أن هذا مثلا العنصر الذي يتعامل معه تابع إلى تل أبيب أو إلى أورشليم. إسرائيل الآن الإعلام الإسرائيلي يصرح بالعلاقات الواضحة بينه وبين قطر أو بين بعض الدول في الخليج، ويلمح إلى قطر ويشير إلى قطر، لكن المصالح يعني ما هي المصلحة التي تكون في السر؟ يعني إحنا شاهدنا وزير الخارجية القطري يقول نحن وإسرائيل أخوة في تصريحاته. طيب لماذا هذه الأخوة لا تظهر على السطح؟ وما هي مظاهر الأخوة وما هي مظاهر المنفعة بينك وبين إسرائيل؟ نعم إسرائيل كقوة متميزة في كل شيء، وإذا أنت مديت معها جسور التواصل وجسور المنفعة لماذا لا تظهرها؟ أنا كشعب، أنا كمواطن، ما هو حظي من التعاون مع إسرائيل؟ يعني ترين أنها علاقة طبيعية بين الدوحة هي حتما علاقة غير طبيعية، ولذلك تخفيها قطر، تخفيها عن شعب الداخل، وتخفيها تتوارى من سوءاتها في الخارج وتتنصل منها، وإذا وجهت لها الأدلة التي تدين تعاملها مع إسرائيل رمت الآخرين بدائها وانسلت هي من المشهد. إذن ما هو نوع العلاقة الذي يقوم بينك وبين العدو الإسرائيلي؟ هل ترين بالفعل، وأنت يعني من أسرة عريقة داخل قطر
شقيقك وزير فضلا عن كثير من افراد عائلتك في نافذين في مواقع قطريه. كيف ترين هذا الامر؟ علاقات يقولون انها متميزه مع اسرائيل ويقولون ايضا انهم يدعمون القضيه الفلسطينيه. هي علاقات متميزه مع حماس، وقطر تدعم حماس وهذا معروف. لقيت خالد مشعل في الدوحه وتحديدا في المعموره، هو حي سكني معروف في قطر. قطر نعم تدعم حماس بسخاء، لكن إذا كانت السلطة القطرية تختزل القضية الفلسطينية في حماس فهذا يعني شأن الفلسطينيين أنهم يناقشون هذا الطرح. إذا كانت قطر تدعم القضية الفلسطينية وتدعم أهالي غزة، أين موقف قطر من القصف الذي حصل منذ يومين يعني مضوا عندما قصفت غزة؟ لم نرى أي صوت إعلامي حتى يتعاطف مع فلسطينيين الداخل أو المحاصرين في غزة. كيف تقيمين علاقة الإخوان المسلمين في وجود الشيخ يوسف القرضاوي في الدوحة والبيت القطري؟ قطر كلها كانت بيئة خصبة للإخوان المسلمين، وهي احتضنت الإخوان المسلمين. الشيخ القرضاوي له منبر أسبوعي اللي هو في مسجد عمر بن الخطاب يخطب فيه، ناهيك عن هذا المنبر، منبره في الجامعة، المنبر الذي يعتلي في الجزيرة، الأنشطة الشبه يومية الأستاذ يوسف وغير يوسف القرضاوي. يعني عندك مشايخ كثير احتضنتهم قطر وكانت تروج للدين من خلال هؤلاء المشايخ. الله عز وجل لا يحتاج إلى عباءة تعبده من خلالها يعني، ولا يحتاج إلى شيخ حتى أصل يصل ما بيني وبين الله عز وجل. لكن هذا كله هو الفكر الذي رأيناه وتحدثنا عن هذا الإسلام وهذا الإطار السياسي للدين الذي حاولت قطر أن تنفذ للعالم الخارجي وتطأ أراضي يكون لها موطئ قدم فيها من خلال أسلمة الدين أو الإسلام السياسي كما يعني. برأيك هي دعمت قيادات من الإخوان لإحداث تأثير في دول عربية أخرى؟ طبعاً يعني أسلمة الدين كان تأسيس الدين كان لمآرب في نفس النظام الحاكم. في ملف التدخل في الشؤون الغير، هل لديك معلومات عن تدخل قطر في البحرين، تدخلها في مصر، محاولات تدخلها في السعودية والإمارات؟ طبعا هذه الملفات وهذه المعلومات كلها الآن صارت معروفة. قطر تدخلت في البحرين أو خططت للتدخل في البحرين منذ سنوات خلت، يعني لا يقل عن 10 سنوات إن صح التعبير. نعم كانت تحرض الشيعة، وأتوقع أن قطر كانت تزود الشيعة بالمال والسلاح للتظاهر. في نفس الوقت هي تتظاهر أنها مع درع الجزيرة وأنها شاركت لقمع الحركة التي حدثت في البحرين. أتوقع أن هذا غير صحيح. ربما أنا كشخص يعني وقفت على شيء من المخططات التي كانت تستهدف البحرين أو تستهدف بعض الدول، يعني شهادتي الآن مجروحة. الدعم المالي، الدعم بالسلاح، قد تكون همزة وصل ما بين البحرين وقطر وإيران. طيب يعني أنت أخذتينا في حكيك لتجربتك الشخصية. تجنيس الحكومة القطرية ل5000 مواطن بحريني من أبناء العرب الخلص وجلبهم إلى قطر مع توفير سكن ومع توفير وظائف في الدولة، وبعد أن سحبتهم من البحرين حتى تخلخل البنية السكانية في البحرين، أتوقع أنهم صدموا بتخلي قطر عنها وتم شيء من المخادعة، فالآن لا يستطيع أن يعود إلى وطنه ولا يستطيع أن يحيا حياة كريمة. لماذا أنت في موقف المعارضة؟ ما الذي حدث معك لكي تعارضي هذا النظام؟ ما الذي تريدينه لبلدك من النظام القطري؟ قطر مع الفساد ومع الباطل الذي تبني عليه وتزعم أنه هو هذا الصواب، يعني أتوقع ما بني على باطل يعني، ويقول لك أن هذا هو المجد. يسلط الله عز وجل على هذا المجد أن يذل بالحق. ليس هذا هو الطريق الذي أنت تصبو إليه، هذا هو طريق الحق، حتى وأن يعني نفذت إليه بسرعة. يعني كل ما بني على باطل فهو باطل. الفساد الذي استشرى في قطر الداخل غول لا يرحم. إما أن تكون معي أو أنت عدوي، حتى وإن كان الطريق الذي يسير فيه منافي للفطرة.
منافي للدين، منافي للآداب، منافي لكل شيء إنساني. فهذا هو الذي يعني يجعلك أنك تقف في موقف، لا نقول موقف المحايد لأن الحياد هنا ظلم وتعدي، لكن أن تأخذ هذا الموقف، يعني إما أن يكون ما بينك وبين أن تقدم أو تحجم حياتك، فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العدا يعني. فهذا هو الذي جعلني أنحى هذا المنحى. كنت تقومين الفساد في الدوحة قبل التوعية؟ أنا كنت أتحدث عن الفساد وكنت أكتب عنه، وكنت أراسل حاكم البلد، أيامها كان حمد بن خليفة، يعني ربما أزعجهم أن أنت تشكل بالنسبة لهم شيء من الإزعاج، أن أنت يعني تعرف تسكت. أنا لم أكن أسكت ولم أرتضي أن يعني أن أؤثر السكوت، فكنت أتكلم. هم لا يريدون حتى أن تنبس ببنت شفة. أنت سلبتني كل الحقوق، سلبتني حتى حق المواطنة، وتريد أن أسكت؟ لا طبعا لن يكون. وكانت النتيجة أن سجنتي لنحو عام ونصف. السجن هذا شيء، ومصادرة حقوقك شيء، ملاحقاتك حتى بالخارج هذا شيء، يعني أولا أتوقع أن ثمن النضال ثمين. هل رصدتي أثناء فترة احتجازك أو بعد خروجك من الدوحة يعني معلومات تؤكد ضلوع قطر في دعم وتمويل تنظيمات إرهابية سواء القاعدة أو أي من التنظيمات الإرهابية الأخرى؟ مجرد خروجي أستاذ من الدوحة طبعا يعني هم يرونها يعني أن هذه غمة، لكن بالنسبة لي كان شيء من التجلي كثير، يعني اتضح لك الكثير، التعتيم الذي كنت أعيشه في الداخل، تعتيم تام، قلب للحقائق، تزوير الحقائق، تشويه للحقائق. الآن حتى لو كان هذا الإعلام يفبرك أو حتى كان هذا الإعلام يسمى إعلام أصفر، لكن أنت تربط ما تقرأه في الإعلام والواقع المشاهد، الواقع يثبت ما يقال. يعني أنا عشت هنا الأوضاع، وحتى لما كانوا الأخوان المسلمين ينزلون في المظاهرات كنت أندس من بين الصفوف، وكنت أمشي في المظاهرات وأشوف هل فعلا ما يثار عنهم، هل هذا إشاعة أو خطأ، لا كنت أرى مشاهد يعني تأنف منها حتى الفطر السليمة. ففعلا يعني ما يقال وما يرصد عن قطر أنا أتوقع ما زال على قيد التحفظ والاستحياء، وأقل مما تصنعه قطر في مجال دعم الإرهاب، في مجال الإرهاب، في مجال الفساد، في مجال يعني الإجرام في حق الوطن العربي، في مجال التآمر في الوطن العربي. أنا ما يعني على يقين تام أن ما يظهر هذا لا يشكل سوى نزر يسير أو جزء يسير من الحقيقة. كنت غردت في أوقات سابقة عن تدريبات لعناصر من متطرفين في الدوحة بين فترة حجازك، يعني دعينا نتعرف أكثر على هذه التجربة. سبقا وضحت أن المكان الذي تم احتجازي فيه هو عبارة عن معسكر للقاعدة، والقاعدة أقصد فيها قاعدة ابن لادن أو قاعدة الأخوان المسلمين. كان ذلك قبل ظهور داعش، يعني كانت في نسختها الأصلية. أنا أول من تحدث على فكرة بظهور داعش لأن أنا رأيتهم يصنعون على عيني، يعني أنا ما رأيت هذا هو كان الفكر الداعشي، كان التدريب الداعشي. يؤسفني أن قطر كانت تستقل حوائجهم، عبارة عن ناس بسطاء بؤساء تستقطبهم من الدول الأفريقية، من نيجيريا وبنين وجزر القمر ونيبال، وحتى من فلسطين من غزة. يعني هذا هو الموجع، أن أنت تأتي بالطالب اليتيم. وسألت مرة أحد المسؤولين في المعسكر، قلت له طيب هذا يتيم، يعني هذا بدل أن ترعاه تروح تأخذه والدرب يقتل؟ قال لي لأن أنت لا تفهمين، هذا لو قد قتل أو فجر نفسه بحزام نازف ما عنده أهل يسألون عنه. فده بالنسبة لنا مكسب، تخيل أن أنت بلدك وابن بلدك ينحط إلى هذا المستوى اللا إنساني، أن يتاجر بدم ولحم المسلمين إلى هذا المستوى، إلى هذا الحد. يعني هذا المؤسف، هذا المؤلم. وتقول لي ليش عارضت؟ يا إنسانيتك تحطم، أنت كإنسان تمسح تصبح مسخ. المهم عودا على بدء السؤال، تتحدثين عن شهادتك أم عينيك التدريبات. التدريب نعم، أنا كنت أساسا في قلب المعسكر، المعسكر كان يدرب فيه هؤلاء. الآن أستطيع أن أقول لك أنهم يدربون لتنفيذ عمليات الإرهابية. أتوقع أن هم الفدائيين، أو اللي يربط نفسه بحزام ناسف أو يعمل أي شيء، يعني من يعني يكون رجل مهمة واحدة، يعني يطلع ولا يعود، إن صح التعبير.
فيعني هؤلاء انا شفتهم وشفت كيف تتعامل الحكومه القطريه معاهم، وشفت التمويل من اين ياتيهم، كيف يتم استغلال حاجاتهم، وصورتهم ونزلت الصور فعلا على السوشيال ميديا. اللجان الالكترونيه الذكيه القطريه قامت بمسح الصور مع ابقاء التغريدات التي تشير عليهم. وفقا لهذا التحليل برايك، هل استثمر النظام القطري ثروات قطر في غير محلها؟ هل استثمر ثروات الشعب القطري في دعم الإرهاب، في تجنيد عناصر لخدمة أغراضه، لربما لأهداف شخصية ومصالح شخصية؟ هذا الإنفاق يا أستاذي السخي على الإرهاب وسفك الدم العربي، هل ترى أن هذا في موضعه؟ هذا عبارة عن بطر، قطر بطرت وتبطرت، وصلت إلى مرحلة يعني حتى إذا أسفونا انتقمنا منهم. الآن نحن بانتظار تدخل إلهي لا تدخل بشري، يعني تتدخل السماء، يعني فعلا تتدخل بحق حتى إذا أسفونا انتقمنا منهم. أين هذه الموارد عن قطريين الداخل؟ دائما يتغنون نحن أغنى شعب ونحن الأفضل ونحن الأحسن ونحن المحسودين. أنا أتوقع هذه خدعة من الساسة للرعية، فضلا عن هناك استثمارات قطرية في عدة دول، يعني ما هذا يعود بالنفع ربما على الشعب القطري. هو لا يعود بالنفع على الشعب القطري، هو يعود بالنفع وخيرات البلد لفئة محصورة في فئة معينة، هي فئة الحاكم الذي بقى على شعبه. أي حاكم؟ أنت تحدثت عن ثلاثة، الشيخ تميم، الشيخ حمد، الشيخ مودة. لو لم يكن لهم، لو لم ينظروا إلى الدوحة على أنها فقط بنك لما تعاملوا مع دولتهم ومع رعيتهم بهذه الطريقة التي يتعاملون فيها. أنا أتوقع أنهم أبعد ما يكونون عن ارتباطهم بالوطن أو المواطنة أو المواطن. هم فقط يعني ينظرون لبلد أنها مورد لشيء معين يزيدهم ثراء ويزيدهم بطر ويزيدهم قنا، أما الوطن ففي منظومتهم هو مغيب. يعني كمعارضة قطرية كيف ترين الحل؟ كيف يمكن أن تخرج قطر من هذه الأزمة؟ أنا أتوقع يعني كلنا أمالنا الآن معقودة على دول المقاطعة، مصر، صقر الوطن العربي، العربية السعودية، ورمح الوطن العربي الإمارات. نحن نعول عليهم كثيرا في هذه المقاطعة، وإن شاء الله يعني أنت من استقرائك للأحداث ترى أن هذه الوقفة هي وقفة جادة، وقفة حازمة، وقفة لن تنثني ولن ترعوي حتى تعيد حكام قطر إلى حجمهم الذي يفترض أن يكونوا عليه، واسمح لي في هذا التعبير، حتى تؤدبهم تأديبا يليق بأمة الوطن العربي والوطن الإسلامي. المعارضة القطرية السيدة منى سليطي، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء مع سكاي العربي. يا مرحبتين، حياك الله. شكرا جزيلا.